الصحفية حابين نستدعاوكم باش نقدموا لكم دوز انوفاسيون تكنولوجيك حصريا في تونس اللي هما الاي بي في 6 للتكنولوجي فيكس موبيل وفولتي فويس اوفر اي تي اي. بيان سور هذوما فريق العمل توزيع يحكي لكم عليهم بالديتاي في البريزونتاسيون. الفولتي هي المكالمة الهاتفية تتعدى على الجيل الرابع. قبل الجيل الرابع كان نستعملوه يونيكمون باش تستعمل داتا داتا موبيل. توا المكالمات الهاتفيه تولي تعدى على الريزو من الجيل الرابع. شنو هي احسن حاجه؟ علاش باهي؟ اول حاجه الوقت اللي باش تتحصل على المخاطب تاعك اسرع. ثاني حاجه الكاليتي بتاع الفوا تتحسن برشا. اوكي؟ ثالث حاجه مهمه برشا اللي هي يعني قبل كان عندنا دو ريزو باش نستعملوا المكالمات الهاتفيه، كان عندنا 2 جي و 3 جي، توا ولا عندنا الريزو 4 جي، دونك ثم زاده في حتى المكالمه الهاتفيه تولي تقص اقل، ساعة انت تمشي البلاصه الكوفرتور تطيح، فهمت؟ توا الكاليتي تقعد باهيه والدروب يعني القسان تاع المكالمات يولي اقل برشا. اليوم شركه اوريدو اطلقت رسميا استعمال الاي بي في 6 النسخه السادسه من بروتوكول الانترنت في شبكات الاتصالات الجواله والقاره. هو اول مشغل الى حد الان يستعمل الخدمه هذه في شبكات القاره والجواله، وهذا معناها يندرج في اطار استراتيجيه اللي خدمت عليها الوزاره للتسريع في الانتقال التدريجي للاي بي في 6. احنا في الفتره شهرين من زمان وصلنا نسبه الاستعمال وصلت 7%. تونس توا في اعتماد بروتوكول الاي بي في 6، تترأس شمال افريقيا والمنطقه وترتيبها جيد على المستوى الافريقي، وان شاء الله من الاخر السنه وبدايه السنه الجايه تولي بلادنا معناها الاولى في 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 افريقيا وفي في المنطقه نتاعنا. وهذا مؤشر مهم اللي يعكس معناها تمركز تونس في خريطة العالم الرقمية، ويلزم تونس ترجع منها في الصدارة في كل ما يخص الاستعمالات الرقمية والخدمات الرقمية. إضافة إلى خدمة الاي بي في 6 زاد أريد اليوم يطلق خدمة جديدة اللي هي الفويس اوفر ال تي او اللي هي مهمة، اللي أول مشغل من اتصالات في تونس يطلق الخدمة هذه، وكما شفتوا في العرض اليوم معناها هذا يكمل جملة الخدمات اللي قاعدين يوفروا فيها مشغلي الاتصالات لمستعملي هذه الخدمات. وهذا راهو كله يندرج في استراتيجية وطنية تقعد تشتغل عليها الوزارة لتطوير شبكات الاتصالات وتطوير منها الخدمة لجميع منها المواطنين أينما كانوا، تنويع منها خدمات الاتصالات وجودة الانترنت، خاطر احنا ما نجموش نحكيو على خدمات رقمية إذا كان ما تكونش الشبكة جيدة ومتوفرة وتوصل لجميع المواطنين بالجودة الكافية وبالامتداد الكافية لهذه الشبكات.